مزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ ماجد منير رئيس تحرير الأهرام. برحب بحضرتك أستاذ ماجد. أهلا أستاذ. أهلا بحضرتك. إذا أردنا عنوانا صحفيا لجريدة الأهرام في صباح الغد عن هذا المؤتمر فماذا ستكتب؟ حقيقة الأمر هو لقاء شامل وكاشف و يعني يميزه الصراحة المطلق. رئيس الوزراء حقيقة الأمر كان منفتح للغاية على كل القضايا التي تشغل بال المواطن المصري، سواء قضايا داخلية أو قضايا خارجية. حقيقة كل الملفات تطرق إليها وبكل التفاصيل، وأنا يعني ممكن أنتهز هذه الفرصة ومن خلال برنامج عند سيادتك إن أنا حقيقة أوجه التحية لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة على الاستمرار في هذا النهج الجديد، وهو نهج الحرص على مخاطبة المصريين كل أسبوع عقب اجتماع مجلس الوزراء بهذه الرسائل المهمة التي ينتظرها الآن المصريين كل أسبوع. طبعا لو تحدثنا أستاذ ماجد عن أبرز الرسائل التي رصدتها اليوم. ربما حقيقي الرسائل كلها على درجة كبيرة جدا من الأهمية، لكن كان يبدو فيها التأكيد والحرص على أن الحكومة بالأساس تعمل من أجل المواطن، وهذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي أكثر من مرة، حتى حينما أشار إلى أن أي حكومة حينما تتخذ أي قرار سيتبغي بالضرورة أن تحقق الصالح العام، ولا يمكن أبدا أن تتخذ قرارا يعني ابتغاء شعبية زائفة أو مجرد بس ترضية للمواطن على حساب مصلحة الدولة. وده إدى أمثلة عليه في أكثر من حاجة، كان على سبيل المثال فيما يخص المحروقات لما أشار إلى أن هناك أكثر من مرة تم فيها تأجيل قرار بيخص تحريك أسعار المحروقات حرصا على المواطنين، لكن عندما تصل إلى درجة محددة تتكبد الدولة خسائر كثيرة. حقيقة الأمر إحنا النهاردة رئيس الوزراء قال رقم مهم للغاية، نتكلم على 450 مليون جنيه شهريا تكلفة دعم المواد البترولية. حضرتك متخيل هذا الرقم رغم التحريك البسيط اللي جرى في أسعار المحروقات. هذا الأمر ينطبق أيضا على أسعار الكهرباء، وهو كان حريص عندما أشار وأكد مجددا على الحرص على محدود الدخل وعدم التأثير عليهم في أي إجراء ربما يعني يكون مطروح للدولة تتجه إليه. فبالتالي أنا شايف المواطن هو بالدرجة الأولى المعني في القرارات، المواطن المعني أصلا بالدرجة الأولى في كشف كل هذه التفاصيل في المؤتمر الصحفي. اليوم أيضا أشار رئيس الوزراء إلى موضوع مهم للغاية، تأثير التطورات الإقليمية اللي بتحيط بينا على اقتصادنا، وإحنا ملناش يد فيه. حاجة زي مثلا على سبيل المثال تأثير على قناة السويس، عندما يتأثر دخل قناة السويس يعني بما يعني يتراوح من 500 مليون إلى 550 مليون دولار شهريا، هذا رقم ضخم لم يكن أبدا في حسبان أي حكومة هي تخطط للمستقبل أن تحدث مثل هذه التطورات التي تأثر على هذا المورد المهم. على سبيل المثال صحيح المواطن يحتاج من وقت للتاني أن يبقى شريك حتى مع الحكومة في أن هو يحمل هم الإجراءات التي تم تنفيذها والتحديات اللي بتواجهها الدولة والحكومة وهي بتتخذ قرارات بتواجه هذه التحديات. لابد أن يدركها جيدا المواطن، وهو المعني بالأساس بكل جهد التبذير. والحديث عن الديون الخارجية ونسبة ذلك للناتج القومي والاقتصاد المصري كان في معرض إجابة دولة رئيس الوزراء على سؤال الكاتب الصحفي أحمد الطهري، كان حديثا مهما أيضا. لا بالتأكيد، لأن برضو الحديث على الديون دائما للأسف بيتصدى ليه في بعض الأحيان غير المتخصصين. فبالتالي كان في من الأهمية أن يشير رئيس الوزراء أن الدين إلى الناتج الإجمالي في نسبة آمنة جدا. أيضا الدين العام كما رصدنا مؤشرات تم الإعلان عنها مؤخرا تراجع أيضا، وده مؤشر إيجابي. لدينا أيضا الاحتياطي النقدي الذي يتزايد، ده مؤشر إيجابي أيضا.
في مؤشر مهم جدا اشار اليه رئيس الوزراء ربما لم يتم تناوله اعلاميا من قبل، وهو الرصيده الاجنبيه لدى البنوك المصريه بالخارج، وهذا الرقم اشار رئيس الوزراء الى انه كان بالماينس، كان بالسالب فيما قبل، الان رقم بالموجب ورقم معتبر، يعني كل دي اشارات ايجابيه كانت مهمه. فاحنا الحديث على الدين حقيقه الامر مهم، لان ده برضو بيدي مؤشر مهم جدا. اذا كنا دوله تسعى لجذب استثمارات والترويج لبيئه جاذبه للاستثمار، فامر زي ده يعكس استقرار هذا الاقتصاد واستقرار هذه الدوله. وايضا في مؤشر ثاني حضرتك استاذ محمد اسمح لي اقول لك عليه، برضه رئيس الوزراء اشار اليه وربما احنا ما بناخدش بالنا منه، وهو لم تتاخر الدوله المصريه يوما ما في اي وقت طول الفتره اللي فاتت، حتى في ظل عز الازمات الاقتصاديه اللي مرينا بيها، عن سداد مستحق الديون بتاعتها في اي وقت. وده انا على فكره من المؤشرات الاقتصاديه المهمه جدا جدا، كمان كتير للامر ده منتهى الاهميه. في دول على فكره عجزت ان هي توفي بالمستحقات اللي عليها في توقيتاتها ودخلت في مشاكل كتير، الدوله المصريه لما تتعرض لهذا موقف على الاطلاق طول الفتره اللي فاتت. ونتيجة لذلك هناك ثقة من مؤسسات التمويل الدولية أستاذ ماجد في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطوات التي تتبعها الحكومة في مصر نحو تنفيذ هذا البرنامج. ده حقيقي، وبرضه رئيس الوزراء أشار النهاردة هذا البرنامج هو برنامج مصري بالأساس، لم توضع على مصر أي شروط ولم تفرض على مصر أي شروط، هو برنامج مصري يتم تطبيقه بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي، بل ايضا بشروط مصريه في بعض الاحيان في بعض البنود، لان الامر المعني بيه وتطبيقه هي الحكومه المصريه. فبالتالي لما انت بتنفذ ده باهداف انت شخصيا كدوله وكحكومه انت اللي واضعها عشان تحققها وتنجح في تحقيقها، لابد ان تحظى يعني باشاده. واحنا شفنا من صندوق النقد الدولي، من البنك الدولي، مؤسسه تمويليه دوليه عديده اصدرت حقيقه الامر شهادات مهمة جدا وبتمنح الثقة لدى المستثمر سواء المحلي أو المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار في مصر. حضرتك أي مستثمر يسعى لأنه يستثمر في دولة ما، هو مش بيستثمر لمدة سنة ولا سنتين ويمشي، وعايز دولة مستقرة فيها اقتصاد مستمر، فيها اقتصاد بينمو، فبالتالي فرص النمو واستثماراته في هذه الدولة بتبقى فرص عالية. فبالتالي كل دي مؤشرات مهم جدا ان احنا نبقى حريصين على ان احنا نوضحها ونبرزها، والمواطن ايضا يبقى على درايه بيها. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ ماجد منير رئيس تحرير الاهرام، كنت معي هاتفيا من القاهره.